سلمى، أنا مش هقولك سامحيني، لكن هقولك يمكن الواحد بيضعف كتير وبيغلط أكتر، بس أكيد لما بيحب تبقى مرة واحدة بس. عرفت اللي فيه عيني بان عليها يا قلبي إنه ما حبينيش، حاجات عشنا ليها وعشني بيها وآخرتها ليه طلعت مفيش. ليه كل اللي ياما وعدني بيه واللي اتفقنا زمان عليه ننسى وليه ما ينسينيش؟ ايه دلوقتي شكلي هيبقى ايه؟ وياريتني اعرف بس ليه كان ليا فيه وبقيت ماليش. عرفت اللي فيها عيني بان عليها يا قلبي في باله